تقتبس منها شعلة الإيمان وتشعل بها مجامع القلوب التي يسرع انطفاؤها وخمودها في مهب الرياح والعواصف المادية، والتي إذا انطفأت فقدت هذه الأمة قوتها وميزتها وتأثيرها، وأصبحت هامدة، جثة هامدة تحملها الحياة على أكتافها. إنها تاريخ رجال جاءتهم دعوات الإسلام فآمنوا بها وصدقتها قلوبهم، وما كان قولهم للدعوة إلى الله ورسوله إلا أن قالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ووضعوا أيديهم